وقت الانتصار أداء كان جيد قدر المنتخب اليوم بداية مثالية في انطلاق البطولة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك الفوز جمهورنا، مبروك لكم كل العراقيين، نشكر الحضور الجماهيري. أكيد المباراة الأولى تكون صعبة، لكن الأهم أنه حققنا 3 نقاط. ننتقل إن شاء الله لمباراة اليابان واللي هي راح تكون أكيد الأصعب، وأكيد الكادر التدريبي هو اللي يوضع الخطط إن شاء الله. ضغوطات تصنع المستحيل، بالتالي هنيك على هذا الهدف اللي سجلته. أنا من جيت المنتخب تحت الضغوطات، فأكيد اللاعب هو تحت الضغوطات دائما. تلعب منتخب العراق أكيد تعيش هاي الضغوطات، فكمهاجم مطلوب من عندك تسجيل أهداف، إذا ما سجل أكيد راح تكون تحت الضغوطات، لكن الحمد لله وشكر قدرنا. الأهم هو تحقيق الفوز. الجمهور سالتكم بشكل كبير، الجمهور العراقي، شو تقول للجمهور العراقي؟ أكيد الجمهور شوف اليوم الأزرونا، وأكيد شعبنا هناك فرحانين، إن شاء الله يا رب دوم الفرحة إن شاء الله. مبروك لكم، مبروك لكل العراقيين. أنا سبق وأنه قلت أنه حققنا المطلوب اللي هو 3 نقاط. فريق تغلب قبل شهرين 5-1 في ملعبك وأمام جماهيرك، صعب جدا تتغلب عليه بنتيجة كبيرة مرة ثانية، لأنه أكيد شاهد الفريق العراقي نقاط القوة نقاط الضعف ويشتغل عليهم. أندونيسيا فريق متطور، لذلك خلينا نترك الانتقاد، صارت بعض الأخطاء وهذه واردة، أول مباراة، ضغط ضغط بطولة كبيرة مثل بطولة كأس العالم، ما شاء الله الجماهير اللي كانت متواجدة عالي العال اليوم، لذلك صار ضغط كثير، أغلب لاعبين نص الفريق يمكن ما مشترك ببطولة آسيا، هذه أول مرة. لذلك أنا أشوف أنه الأفضل أنه طلعنا بنتيجة طيبة في هذه المباراة، رغم أنه كانت أخطاء. إن شاء الله هذه الأخطاء خلال هاي الأربعة أيام القادمة قبل مباراة اليابان راح نحاول أن نصحح الأخطاء في سبيل تكون أخطاء قليلة أمام اليابان. حققنا المهم، رايحين إلى الأهم، نحتاج إلى لاعبي الخبرة، علي عدنان، جلال حسن، سعد ناطق، بالتالي دوركم كبير أمام اليابان. أكيد طبعاً، هي كل مباراة لها حسابات خاصة، وأنا متأكد أن المدرب حاط حسابات خاصة بالنسبة للفريق الياباني. لذلك قلت لك خلصنا الخطوة الأولى، علينا أنه الآن تفكيرنا ننسى مباراة أندونيسيا وروح الخطوة الثانية في سبيل تحقيق نتيجة طيبة إن شاء الله. مباراة الأولى تكون مباراة صعبة أكيد أمام منتخب الأندلسي، من فرق الجيدة حقيقة المتطورة. لا ننسى المباراة أمام منتخب الأندلسي، نفكر شلون نتخطى المنتخب الياباني، منتخب الياباني من فرق الكبار. أعتقد المباراة هاي راح تكون تحديد المركز الأول أو الثاني. أنا أحييك على هذه الروح، الروح والعزيمة والإصرار اللي عندك اللي تلعب بيها، بالتالي اليوم حتى تلعب في اكثر من مركز. اكيد انا قلت لك من ارتدي فانيله المنتخب، اعتقد انسى انه ابراهيم، اريد اقدم انه شيء للمنتخب وشيء للجمهور، فاي مركز يقول المدرب العب يعني حتى ارتكاز او مدافع يمنى وسط شبه، فانا بخدمه المنتخب الوطني. تيت مباراه اندونيسيا، نروح الى مباراه اليابان، صعبه، اتمنى ان يكون تركيز اكثر من مواجهه اندونيسيا. اكيد مباراه، قلت لك مباراه الياباني المرشح الاول انه ياخذ كاس اسيا، اكيد راح تكون مباراه صعبه، بس احنا ان شاء الله اللاعبين وكادر التدريب حاسين بالمسؤوليه، مباراه راح تكون صعبه علينا اكيد، بس ان شاء الله انه نوعد الجمهور العراقي انه السعوديين ان شاء الله يقولون قدها.